حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرفتين. قالت مجله كي وورد الامريكيه ان العراق احتل المرتبه 95 والاخيره حسب النسبه المئويه لقائمه القوى العامله من النساء لعام 2024. وبحسب المجله فان العوائق التي تمنع النساء من الانضمام الى القوى العامله كالتشوهات الضريبيه والتمييز والعوامل الاجتماعيه والثقافيه هي في الواقع أكثر تكلفة مما كان يعتقد سابقا. وبيّنت أن العراق احتل المرتبة الأخيرة في أدنى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث أقل من 11% من القوى العاملة. كشف مجلس الخدمة في العراق عن تفشي البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة من خلال التوظيف بالقطاع الحكومي. وأكد المجلس أن أكثر من 40% من أعداد الموظفين الحكوميين يندرجون تحت توصيف البطالة المقنعة لا تقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى حل مشكلة التوظيف دون خطة حقيقية وتتسبب بالفساد أو تسبب الفساد والمصالح الحزبية بفتح المجال أمام التعيينات الحزبية، مؤكدين أن الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة إلا بالتخلص من الفساد الحكومي. كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية عن إقامة العراق دعوى بطلان على قرار تحكيمي يلزم وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بدفع مليار دولار لشركة هورس للسياحة والسفر الوهمية. وقالت اللجنة إن الخطوط الجوية العراقية تتحمل مسؤولية تكبد العراق خسارة مالية كبيرة، متهمة إياها باعتماد سياسات خاطئة تتسبب بإهدار مليار دولار لصالح شركة هورس المصرية. على الرغم من اعتزام وزارة النقل إعادة تفعيل خطوط النقل العام، تظهر الأرقام أنه حتى مع تشغيل جميع الحافلات فإنها لن تتمكن سوى من نقل 1% من إجمالي الركاب الذين يتنقلون في بغداد خلال اليوم الواحد. ويمتلك العراق أكثر من 1200 حافلة للنقل العام، لكن العامل منها فقط 644 حافلة، ما يعني أن 47% منها متوقفة بحسب آخر إحصائية حكومية لعام 2022، فيما يبلغ عدد المقاعد أو سعة جميع الحافلات أكثر من 68,000 شخص. وفي خبرنا الأخير، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 5 ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني الماضي. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر كانون الثاني الماضي 5,387,000 برميل بمتوسط تصدير بلغ 173,000 برميل يوميا، منخفضا عن شهر كانون الأول من العام الماضي حيث بلغت صادراته 5,611,000 برميل بمتوسط بلغ 193,000 برميل يوميا. رأينا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.